أشهر 10 لاعبي كرة قدم مسلمين في 2022. إحنا عارفين إن كرة القدم هي رياضة عملية بحق يلعبها الملايين من الشباب والشابات محليا وعلى مستوى النخبة من قبل لاعبين معروفين يلعبها الناس في كل بلد تقريبا في العالم. وفي الواقع معظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هم من الأجانب ويلعبون في فرق كبيرة. اعتنق العديد من لاعبي كرة القدم الإسلام، وفي بعض الأحيان في عالم الرياضة يمكنك أن تصادف لاعب كرة قدم من دولة مختلفة له ثقافة ودين مختلف، مما يجعل كل شيء يبدو طبيعيا للغاية لطالما كان اللاعبون المسلمون جزءا أساسيا من اللعبة الجميلة. وسوف نعرض عليكم أشهر 10 لاعبين مسلمين في العالم. محمد صلاح يعتبر جناح ليفربول ومصر. محمد صلاح أحد أشهر لاعبي كرة القدم المسلمين في العالم. مهاراته في كرة القدم جيدة مثل أي لاعب على هذا الكوكب، واحتفالاته بأهداف جيدة مثل مهاراته الكروية. المسلم المتدين ينحني إلى الله بعد أن سجل هدفا بغرس وجهه في الأرض، تماما مثل المسلم المصلي يسميه الناس ملك مصر وميسي الجديد. هذا بسبب مهارته الجيدة وقدرته على الجمع بين المعجبين من جميع الأديان. كريم بنزيما. بنزيما لاعب كرة قدم مسلم مشهور يلعب لنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك في نهائيات كأس العالم وبطولة أوروبا ونهائيات دوري أبطال أوروبا. يشتهر بمهاراته الاستثنائية وتسجيل الأهداف. عندما يتعلق الأمر بالإيمان فإن بنزيما منفتح جدا على كونه مسلم وممارسته كمسلم. في عام 2016 ذهب إلى مكة مع أسرته لأداء فريضة الحج. ساديو ماني يعتبر ساديو ماني متعدد المواهب، يجمع بين السرعة السريعة على اللمسات الأخيرة القاسية. ينحدر من عائلة مسلمة في السنغال، نشأ وهو يلعب كرة القدم مع أخوته في ملعب صغير من الطين. رياض محرز يعتبر لاعب وسط السيتي. رياض محرز أحد أفضل لاعبي كرة القدم المسلمين في العالم. ظهر لأول مرة مع النادي في المباراة الافتتاحية بالفوز على أرسنال. من سارسل فرنسا وقع محرز مرة مع ليستر سيتي، سرعان ما أصبح من المشجعين المفضلين لأسلوبه الدؤوب في اللعب وأن يواجه خصومه بالكرة السريعة. سجل 10 الأهداف في موسمه الأول مع ليستر، مما ساعدهم على الفوز بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانتي نيجولو كانتي هو أحد أسرع نجوم كرة القدم صعودا في العالم ويلعب حاليا مع تشيلسي. جاء أول فوز كبير له عندما فاز تشيلسي على السيتي في عام 2021 بدور أبطال أوروبا. أصبح رجل المباراة من خلال تقديم مباراة رائعة تتضمن هدف وتمريرة حاسمة. بول بوجبا كان الفرنسي مصدر إلهام منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد. إنه أحد أشهر لاعبي كرة القدم المسلمين على هذا الكوكب. اشتهر بعدد من قصات شعره، وإلى جانب قصات شعره الأسطورية فإن احتفالات أهداف بوجبا كانت إبداعية للغاية، بما في ذلك رقص الدهب وغيرها من الحركات المصممة للرقص. جوندوجان جوندوجان لاعب كرة قدم مسلم يلعب حاليا لمان سيتي في الدوري الإنجليزي ومنتخب ألمانيا، وهو معروف بتعدد استخداماته في الملعب ودقة التمريرات ومهارات كرة القدم الجيدة. ولد جوندوجان لأبوين تركيين في عام 1990. أنطونيو روديجر روديجر لاعب كرة قدم مسلم محترف يلعب في تشيلسي. إنه لاعب كرة قدم متعدد الاستخدامات، يعرفه الناس بسبب تدخلاته الشرسة وأقدامه السريعة وقيادته للوجود الجوي. يتمتع بمهارات جيدة جدا ويمكن استخدامه في مواقع مختلفة من الملعب. سعيد بن رحمة أحد أبرز لاعب كرة القدم المسلمين في العالم، يلعب مع المنتخب الجزائري ونادي وستهام يونايتد في إنجلترا، واعتبره النادي من أعظم لاعبيه وعامل أساسي في نجاحه. يلقب سعيد بن رحمة بالساحر بسبب قدرته على فتح أي دفاع بمهارته الكروية المذهلة. مسعود أوزيل أوزيل لاعب كرة قدم ألماني معروف من أصل تركي، لديه القدرة على جذب انتباه الجمهور بمهاراته الرائعة في التعامل مع الكرة. نشط في نظام الدوري الألماني لكرة القدم منذ عام 2009 وانتقل مؤخرا إلى فريق فرنش باخا التركي في صفقة انتقال دائمة. كوبري إدويش يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.